ايه الكلام الفارغ ده؟ شوية قبلة فعيتة وشوية جاسوس الطائر، الناس دماغها فسفست خلاص. ألو؟ أيوة يا فندم. إيه موضوع الطائر الجاسوس ده يا محسن؟ إيه ده؟ هو حضرتك بتابع سرايا الخير؟ ما بفوتش حلقة. طول عمرك سباق يا فندم، سباق. لا لا، هو الموضوع بسيط جدا يا فندم، بس هو التهويل الإعلامي اللي كبر الموضوع. يعني أنت حققت في الموضوع ده بنفسك ولا لأ؟ يا فندم الموضوع ما يستاهلش، كل الحكاية طائر، ده مجرد طائر بس يا فندم. لقوا في رجليه جهاز جي بي اس عادي جدا، وانا جات لي اخباريه بالموضوع ولقيتها هايفه ان ارفعها في تقرير لسيادتك. افهم من كلامك انك جات لك اخباريه بالموضوع وما حققتش في الموضوع ده بنفسك يا محسن، صح؟ صح يا فندم، صح. يا محسن الموضوع ده عليه دوشه كبيره ومسبب قلق لمسؤولين كبار. بكره الصبح هتروح المزاريطه واخر النهار تجيب لي تقرير تحطه على مكتبي يا محسن. يا مرحب يا مرحب محسن بيه، الله نورت المزاريطه وضواحيها. شكرا كبير، ده من ذوقك. لا صح صح، كهربا كانت مقطوعه ورجعت بالصدفه لما انت جيت. امال فين الطائر اللي انت كلمتني عنه؟ قصدك الجاسوس؟ لا لا لا، ده بالنسبه لي مجرد طائر لسه لم يدان بعد. بسم الله ما شاء الله، شايف يا اشرف عادل حتى في الطيور. ايه ده اللي انت عامله ده؟ ايه كل المتاريخ دي؟ لا مؤاخذه يعني احنا تلاميذك، الاحتياط واجب، احتياطات امنيه. تقوم تعملها لي سكنه عسكريه؟ يعني اذا كان الانسان يعني في لحظه ممكن يطير فما بالك بالطير. ده بيت هدرس، خابر هدرس؟ عارفه. مشيت واهله يومين ثلاثه وخليت البيت ده نتحفظوا جواه على الطائر، لاني خبرهم هم معاتيه ممكن يذبحوه يحشوه فريك يعملوه صدق يعملوه اي حاجه. المهم فين الطائر؟ افتح يا ولد. تفضل يا محسن بيه. ايه ده؟ ايه ده؟ اللي انت عامله ده؟